المشاركة مشاركة والعاصمة الرباط. خمس دقائق تفصلنا عن انطلاقة النسخة الرابعة من السباق الدولي للتهليك. سير مصطفى ما بالك انت صاحبي تما سير كزور على داك المطرو ديالك ها كتعطيك الدبوات الناس تم ترك كينية تبدع في هذه التضارب في هذا العرس الرياضية. أولى كينية أكيد المرتبة الأولى 100 مليار كينية. الثانية الثالثة تحية واجبة تحية. تحتل المرتبة الثانية في صنف الملك. تحدي وإطارة في سباق دولية. سباق دائما دولية. يا سلام فلنصفق وبحرارة. My name is Samos Kapich from Kenya. I'm the winner today in this race, but last week I mean the winner in Marrakesh, 10 kilometers. So maybe I will try to, by next year, I will come back to Morocco.
So this race is not bad. It's blood. Blood area is good. But it's not like Marrakesh. But the day is okay. The climate is okay. But I will go to run very easy. But no struggle. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي كلثوم بوعسيرية من إقليم أصازاك المناطق الصحراوية. كنتمي لنادي الجيش الملكي. صراحة أنا فرحانة بهذا الفوز ديالي. الباركور كان في المستوى، السباق كان في المستوى، كانت المنافسة بيني وبين كينيا، وأنا فرحانة بهذا الفوز ديالي. أول مسابقة لي كانت هي مدينة تحناوت، هو سباق دولي، وثاني سباق هو ديال الرشيدية. المهم هاد البريباراسيون مدخلها في ان شاء الله في التدريب ديالي ديال الماراطون اللي غنلعب ان شاء الله بيروت لبنان نهار 8 في شهر 11. كنتمنى راسي التوفيق، واول سباق عندي اللي غيكون ديال الماراطون. كنتمنى راسي التوفيق، وكنشكر الزوج ديالي والمدرب ديالي حشلة في عبد القادر. تشكر الجمهور بزاف اللي تيشجع العداء ابو عسيه كلثوم، وهذا الفوز ديالي كان هدي الاب ديالي الام ديالي الله يخليهم ليا ويطول لي العمر ديالهم، وشكرا. للمغربيه كلثوم ابو عسيه تتحرش ليا فنصفق بحراره. إثيوبيا فلنصفق بحرارة مرة أخرى. سيسلم الجائزة السيد مندوب وزارة الشباب والرياضة. فلنصفق وبحرارة للأستاذ شريف. نصفق دائما ومرة أخرى على العدين الوعيدي. المرتبة الثالثة العداء أنس المنيع من مدينة.